بدنا نكمل الان بقيه المعادلات. هلا السؤال المطلوب، انا عندي هذا السيستم تي دي، بدي اطلع ايش التورك اللي مطلوب من هذا المحرك بحيث انه يسارع هذول الاوبجكت، راح يمشيهم مسافه معينه. بتتذكروا حكينا كان في عندنا كان في عندنا تراينجلر، مش هيك؟ متذكرين تراينجلر سبيد بروفايل؟ ليش اخترنا تراينجلر؟ يوزر ريكوايرمنت. لا هو ما ضرب تراينجلر، مش فرق اسرع، ليش مش نحمل اشياء مش ضروري انه لا مش هذا السؤال. عشان يوصل ماكسيمم ماكسيمم هذا بعض او مينيمم تايم، بحطت لي مينيمم تايم وبعمل مينيمم. انت اللي بتحكي عنه انه هو هون ديسكونتينيوتي، مش ديسكونتينيوتي بهذا، ديسكونتينيوتي في الاكسلريشن. اوكي خلينا نلخص مره ثانيه شو اللي حكينا. قلنا هذا الجسم الان حتى ينتقل من هاي النقطه لهاي النقطه، هلا في التصنيع ممكن يكون عندي عمليه زي هيك، مش ممكن يكون عندي عمليه بدي احرك الاجسام واحد واحد عشان اعمل عمليه معينه، ممكن بدي احركه واركب عليه قطعه واعمل فيه شيء. إذا اليوزر ريكوايرمنت إني بدي أنتقل من هذا السيستم من النقطة هاي للنقطة هاي مسافة معينة، والمسافة هاي حددها اليوزر دي. حلينا عليها مثال في الهوست، وطلب مني زمن تي. إذا طلب مني إني أحرك هذا الجسم من النقطة الأولى للنقطة الثانية مسافة دي، ممكن تكون مثلا 10 سنتي مثلا حتى أحرك الجسم من هون لهون عشان أعمل عليه العملية المطلوبة، وطلب مني زمن معين تي. تي هذا هو كابيتال تي، فأنا حطيته كابيتال تي لأنه كونستنت، ودي هي المساحة تحت الترينجل. هلا هون نحكي عن سؤالك أنت، لو جيت اطلعت راح الاقي هذا هون في عندي هون زي شارب بوينت، لو جيت اشتقيت الفيلوسيتي شو بتعطيني؟ بتعطيني اكسلريشن، وشكله زي هيك راح يكون مظبوط. وقيمه الاكسلريشن هون هاي اذا كانها اي اوف تي هي السلوب هذا، مظبوط؟ والسلوب هذا هو نيجاتيف، فلذلك عندي هون نيجاتيف فاليو، يعني هذا هون اي ماكس وهون ماينس اي ماكس. ليش A مهمة عندي هون؟ أهمية A وين بتيجي؟ ليش لازم أعرف الأكسلريشن اللي بدي أسارع عليه الجسم؟ لأن لما بدي أرجع قانون نيوتن التالي من هون بدي أعرف ألفا على الهاي سبيد شارب. إذا عندي A، هلا لو اشتقينا A شو رح تعطيني؟ هلا رح تعطيني ديسكونتينيوتي، رح يطلع معي إمبلس هون ودبل هايت إمبلس هون وإمبلس هون، وهذا اللي هو جيرك، والجيرك هين يساوي انفينيتي، لان ارتفاع الامبلس باي ديفينيشن انفينيتي، مظبوط؟ عندي هون في ديسكونتينيوتي، هون عندي ديسكونتينيوتي، هون عندي ديسكونتينيوتي، بس هذا مقبول. ليش؟ لانه اللي عم بقولهم هنا جزء. هذا اذا جي بتساوي انفينيتي اكسبتبل از وي ار موفينج جزء. لو كان عندي اشخاص من هون المفروض الجيرك يكون فاينايت، هلا الجيرك انفينيت، فبدنا الجيرك المفروض لو انه اشخاص عندي بنقولهم يكون الجيرك لازم يكون الجيرك فاينل. خلينا نطلع الان معادله بسيطه، مساحه المثلث شو بتساوي؟ نصف القاعده في الارتفاع، فدي بدها تساوي هاف كابيتال تي في في ماكس، مظبوط؟ اذا في ماكس مباشره بيساوي 2 دي على تي. يعني هاي بقدر اطلع في ماكس اللي هون، مين بحدد لي في ماكس او ايش اللي بحددني بفي ماكس؟ بدي اربط في ماكس بسرعه المحرك. المحرك ممكن ما يكون يقدر، فلازم احد التشيكس، لازم اعمل تشيك تشيك موتور كان ريتش او كان اتشيف في ماكس، ماشي؟ اوكي واضح. اذا ما بقدر اطلع لهي السرعه شو بدي اضطر اعمل؟ شو بدي احول الويف فورم من تراينجلر الى ترابيزويدر؟ كيف بدي اضطر اعملها ترابيزويدر؟ بالثمن اللي بدفعه بدي اقعد وقت اكثر واضيع وقت اكثر منهم. إذا هي معادلة هاي واضحة راح تعطيني في ماكس. هلا اي ماكس شو بتساوي؟ بتساوي في ماكس على ايش؟ هلا لاحظوا هي ايش؟ هيك هذا السلوب، مظبوط؟ السلوب شو بيساوي؟ بيساوي هذا الارتفاع على هذا الطول، مظبوط؟ هذا الارتفاع هو في ماكس، هذا الارتفاع هذا الطول هاف تي، مش هيك؟ تي على تي. إذا بإمكاني محل في ماكس ايش أحط؟ 2 دي على تي، فبصير عندي اي ماكس يساوي 2 دي في ماكس 2 دي على تي، فبتصير تي سكوير وتطلع 2 4، فبتصير 4 دي على تي سكوير، مضبوط؟ انا حسبته ولا غلطت ولا شيء هون؟ محل في ماكس حطينا 2 دي على تي، 2 دي بتيجي هون، التي بتنزل تحت بتصير تي تربيع و2 بتطلع، مضبوط؟ اوكي؟ اذا هاي معادله مهمه لانه منها بطلع، وهدول دي وتي هما يوزر ريكوايرمنتس، هدول اعطاني اياهم اليوزر، طلب انه المسافه المعينه اللي امشيها
والزمن. الفي طلعت معنا بدنا نعمل طبعا تشيك، ما تنسوا هذا، انه هل المحرك اذا وصل اعلى سرعه له دورانيه بيقدر يحقق في ماكس ولا لا. اذا ما بيقدر بدي انتقل من تراينجلر الى ترابيزويدال. اوكي، هاي صارت عندي هلا، هاي ايه معروفه. هلا بدي ابدا ارجع هاي الاشياء، ارجعها من هون. احد الاشياء لازم اعرفها، لازم اعرف قطر البولي هاي، وهذا راح اسميه فاي مثلا دي. فاي دي بتهمني انا بدي احول من دوران الى خط. طيب خلينا نبدا نشوف هلا. اول شيء في عندنا نرجع لمعادله نيوتن. ها تفضلي. المطلوب اني اطلع التورك المطلوب من المحرك او من الدرايف بحيث انه يحقق هذا التسارع. اوكي، بده يحقق هذا التسارع. هو بده يعمل شغلتين، بده يمنع الاجسام هاي انها تسحل، وبده كمان يسارعها. فاذا رجعنا مره ثانيه لقانون نيوتن الثاني، تي دي ماينس تي ماسز اوت اوف بالانس بدها تساوي الفا في مجموع ار. مضبوط، مش هيك؟ هذا قانون نيوتن الثاني. هذا كله ريفير تو ذا هاي سبيد شافت. هاي سبيد شافت هذا اللي بيعطيني المحرك او الدرايف سيستم. هذول ايش سببهم؟ الماسز ووجود ثيتا. لو ثيتا زيرو شو بصير بهذول؟ زيرو، تحول لزيرو. بعدين عندي الفا، الفا اللي هي جاي من اي راح تيجي، مظبوط، من اي ماكس. هلا في علاقه ما بين اي ماكس والفا، مظبوط، اي ماكس والفا. هلا خلينا نحول خطوه خطوه. خلينا نحول اول شيء من اي ماكس لالفا لو سبيد شافت. هذا راح نسميه لو سبيد شافت، وهذا راح نسميه زي ما عملنا في الهويست راح نسميه هاي سبيد شافت. هلا بدي احول من اي، من اي ماكس بدي اطلع اي. خليني الغي الماكس هلا، خلي اسميها اي، اي على اي لو سبيد شافت او الفا، عفوا الفا لو سبيد شافت. ايش علاقتها في اي؟ اي بتساوي اي على دي اس على 2، اي على دي اس على او دي. انا بسميها هون، بتحب تسميها دي اس على 2 بصير. هل هاي دايمنشنالي كوريكت؟ اذا نسيت ولخبطت ايش بتعمل؟ شوف الدايمنشن، اعمل دايمنشنال تشيكينج. دايمنشنال تشيكينج ايش وحدتها؟ متر بير سكند سكوير. على متر شو بتعطيني؟ واحد على سكند سكوير، بس الراديان بقدر اضيفه لانه دايمنشنال كوانتيتي. شو بتصير؟ بتصير راديان بير سكند سكوير، وهذه وحدتها راديان بير سكند سكوير. هاي معادله صحيحه. هلا عندي الشيء الثاني، بدي احول من الفا لو سبيد شافت لالفا هاي سبيد شافت. باي ديفينيشن الفا هاي سبيد شارت بتساوي الفا لو سبيد شارت في ار جي، ولا مقسومه على ار جي؟ في ار جي، مظبوط. اوكي، وتساوي محل الفا لو سبيد شارت راح احط اي في ار جي على دي اس على 2، هاي بتساوي الفا هاي سبيد شارت. هي جاهزه عندي، والاي اجت من اليوزر ريكويرمنتس. هي الاي وينها؟ انا شلت الماكس، شلت السب ماكس، بس هي المفروض انه نفسها 4 دي على تي تربيع. إذن هاي صار عندي الفا هاي سبيد شافت جاهزه. هاي معادله نيوتن، هاي الفا هاي سبيد شافت اللي طلعناها. هلا شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع الايكوفلنت تورك. هذا على فكره لو بدي افكر فيه، التورك هو التورك اللي لازم احطه على المحرك حتى امنع هذول الاجسام انهم يسحروا. يعني انت بعد ما تطفي وتخلص طول النهار في المصنع وطفيت السيستم وطفيت المحرك من هون، ايش لازم تتاكد انك تعمل؟ لسه في بضاعه موجوده او قطعت الكهرباء فجاه، لازم يكون في بريك. والبريك وين بحطه؟ احسن مكان احطه على هاي سبيد شافت، رح يكون اقل من اللو سبيد شافت، اسهل لي اني احطه. هذا البريك اللي بدي احطه، التورك اللي بدي اعطيه اياه، قديش بده يكون على الاقل مساوي؟ هاي اوكي. اوكي، هذا اذا حطيته بشكل صحيح رح يمنع هذول الاجسام انهم يحطمهم ثابتين مكان. اذا تركته شو رح يبدا يعمل؟ رح يبدا هذول يتسارعوا، لانه في عليهم ام جي ساين ثيتا. بدهم يتغلبوا على الفريكشن. إذا تغلب على الفريكشن راح يبدأ هذا السيستم يتسارع، راح يتسارع من هون بتسارع معين، راح تزيد سرعته لحد ما يوعى كل الأوبجكتس من هون على الطرف ويخلصوا بعدين يوقفوا. نعم، طيب. طبعا السيلف بلوكينج اللي حكيت عنه ما له علاقة بهالشيء. ممتاز، سؤال ممتاز. إذا هذا الجير بوكس الريشيو تبعته والإفشنسي تبعته بتسمح لي بسيلف لوكينج، راح يوقف السيستم مكانه. إذا السيلف لوكينج ريشيو ما بتسمح، حتى لو كان ورم جير بوكس، حتى لو كان ورم جير بوكس، يعني مش كونه ورم جير بوكس معناها هو سيلف لوكينج. هذه يعني فلسفه. هذا الجير بوكس حسب الديزاين، وهي تستفيد منها من دكاتره الميكانيك، بيعرفوا يعني بيقدروا بالتفصيل يفيدك من هذا، بتحكي مع اي دكتور من دكاتره الديزاين.
حسب الكاركترستكس. هلا بهاي الحاله ممكن انت تترك السيستم تتركه، بس عاده كجود ديزاين الاحسن تحط بريك. اوكي ايوه دكتور، مش احسن لو حطينا المطار فوق سؤالي كويس. ما بعرف هلا في حالات معينه بفضلوا هيك، في حالات معينه بفضلوا هيك، حسب السبيس حسب المكان اللي موجود. ما بأثر عليك. لا لا، نفس القوه بدك تحط نفس الشيء. قصدك انه تركبه هون المحرك الجير بوكس وتحط ال، ولاحظ عاده نشوف احنا وين حطينا الزومبرك، شدينا الزومبرك على الايدلر بولي حتى اتاكد انهم الاثنين مشدودين. فرح تلاقي هاي ثابته، هاي مثبته مع العماره او الفريم تبع السيستم، وبعدين هون في بكون في مسار للبولي هاي تتحرك عليه. بعدين بنحط هذا الزمبرك وبنشده، لانه حتى هذا البلت بعد ما نشغله باسبوع او اسبوعين شو ممكن يصير فيه؟ ممكن يمط. طبيعه الفايبر في طبيعه هذا بترخي بعد فتره مع الحراره والرطوبه والهذا والاستعمال، ممكن هذا يرخي. فما بقدر اشد هذا الزمبرك واتركه على شد معين، ممكن اضطر اني اضطر اعمل له ادجستمنت. رح يبدا هذا من هون يعمل ينحني هيك، فبدنا نضل نشده لحد ما نتاكد انه وصل المكان المناسب. هون احنا